تناول هذا الموضوع، تتناول هذه الدورة موضوع التصوف والقيم الإنسانية بين المحلية والكونية. والمملكة المغربية تتميز برصيد كبير في هذا الجانب الروحي، حيث تسمى الآن مملكة الأولياء، الأولياء الذين أشاعوا قيم الرحمة والمحبة والسلم والسلام في ربوع أفريقيا وفي المشرق الإسلامي وفي ربوع العالم في الزمن المعاصر الذي نعيشه اليوم. ولذلك طرح هذا الإشكال، إشكال الخصوصية أو المحلية والكونية، يرتبط بما استجد في عالم العالم الرقمي من سرعة في الاتصال وسرعة في التفاعل لدى الشباب والأجيال التي ولدت في زمن هذا الكسب الرقمي كما سميناه. ولذلك فقيم التصوف يمكن أن تكون رافدا من روافد التنمية الاجتماعية، حيث إن النموذج التنموي يراعي هذا التكامل بين الجوانب الدينية والروحية وكذلك الاجتماعية والاقتصادية. فلا يمكن أن نبني إنسانا بدون أن نراعي هذا التكامل بين الجانب النفسي والروحي والعلمي والفكري والثقافي والاجتماعي وكذلك الجسمي من خلال الرياضة وغيرها. فإذا هناك تصور ومنظومة متكاملة يحاول هذا الملتقى أن يتطرحها في جلساته المختلفة. بعد أولا أشكر هذا الحضور، ما شاء الله تنشوف تبارك الله البركة والتيسير. أنا أول مرة تنحضر في هذا اللقاء ما شاء الله الجميل الصوفي. احنا الحمد لله المغاربة كنا صوفيين ونحب الصوفية ونحب لأنه مجتمع قوم يذكرون الله ويتلون كتابه إلا حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الحمد لله هذه خيرات سيدي ربي، يذكرون الله عنده، ما كاين شيء أكثر من هذا الشيء، ما شاء الله شيء جميل. وأنا يعني قلبا وقلبا دائما قلبي مع هذه الزاوية ما شاء الله المباركة. وطبعا العائلة ديالي كلها تقريبا في هذه الزاوية هذه، يعني الدكتور حسن التازي وما شاء الله توازى كلهم. احنا ولو ما تنحضروش ولكن قلبنا دائما هنا في الزاوية، لأنه الزاوية ما فيها إلا الخير، هي المربية، هي شوف هي اللي تتربي يعني الإنسان، تتعطيه واحد الانطلاقة قلبية ذاتية. وعن أولا نتكلم عن العلماء اللي كانوا هنا، العلماء بحال نقولوا شي يعني حديقة كل زهرة تتعطيها ريحة ديالها وكل زهرة عندها اللون ديالها ما شاء الله، بجميع اللغات بالإنجليزي بالفرنسي بالعربي ما شاء الله، شت أجناس مختلفة. وأما بالنسبة يعني للناس اللي كانوا يعني عايشين معايا، لأنه هادشي ديالهم، هادشي ديالهم، أنا ما بغيتش نزيد نهيجهم وعاد على النار مع نخرجوش من هنا ثلاثة الصباح، ولكن لضيق الوقت يعني عملنا شي مسائل اللي يمكن قربة للناس. وتنتمنى إن شاء الله الصحة والعافية لسيدي سيدنا الشيخ سيدي جمال وسيدنا سيدي منير الشريف وسيدي معاد الغزال تبارك الله عليك، هذاك الياقوتة ديالهم حفظه الله. وإن شاء الله كل عام نشوفهم في هاد مزيدا من هاد الحضور، فهمتيني، نطلبوا الله يرفع علينا هاد الوباء وإن شاء الله تعود المياه لمجاريها، ونطلبوا الله ينصر الله سيدنا ويحفظه. والمغرب لا يخاف، لا يخاف من أي شيء، لأن المغرب بلاد الأولياء، بلاد يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم محبة صادقة ويدافعون عنه وعن المولد ديالو، عن المحبة الخالصة، هي هذه المحبة الخالصة، ماشي الزواق، ما فيهاش الزواق، محبة خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يشفي سيدنا ويخليه لنا ويحفظه، انه هو المكب على هذه البلاد،
واش غنقول؟ لانه الا ما كانش رئيس البلاد الملك ديال البلاد يعني هو اللي يعني يدفعك وتيمون وتيمونك وتيعطيك وتيعمل وتيدير باش يعني هاد الطريقه الصوفيه. لان ببساطه الطريقه الصوفيه ديال اهل الله واهل الخير، فين ما كان شي صوفي تتشوف فيه تتشوف وجهه منور.